المنحونة بيتراوح ارتفاعها بين 1100 متر لل 1400 متر عن سطح البحر، تبعد 80 كيلومتر عن العاصمة بيروت، مساحة أراضيها 2362 هكتار. تحضنها الجبال من جهاتها الأربعة، وتعتبر تاني بلدة بلبنان بمخزون الصخري اللي يقدر بملياري متر مكعب من الصخر. كفرحونا غنية بالينابيع وغابات الصنوبر والسنديان، وزراعاتها أشجار مثمرة من الكرمة والزيتون والجوز والتفاح. هي غنية بالغابات اللي عمرها أكثر من 500 سنة وبفوق عددها 200 ألف شجرة. بكفرحونا بيت قديم عمره أكثر من 100 سنة، من البيوت التراثية بلبنان اللي ما بقى نشوفهم غير بالكتب. هالبيت بحاجة لصيانة وإعادة تأهيل ليرجعوا بيت خليل يسكنوا فيه ويستمتعوا بضيعتهم. توني وأوليفيا خليل تزوجوا من 30 سنة وسكنوا بمنطقة الدكوينة ببيت صغير على قدهم، وربوا 3 أولاد، صبية تزوجت وصار عندها ولدين عايشة بالغربة، وشابين أحدهم رح يتزوج قريباً ويسكن ببيت الدكوينة. بده يتجوز وقلنا ما عاش فيه، يعني الحالة ما في مقدور يعني يشتري بيت، قلنا مصحى بنترك له البيت ونجي نزبط شوي شوي هون، بما أنه الحالة تعبانة وما في مش قدرتنا. وخليل وأوليفيا حلمهم يرجع عضيعتهم ويسكنوا ببيت العيلة اللي ورثوه عن جده لتوني. البيت يعني كتير صار كل سنة ينتزع أكثر من سنة، وبس جينا قررنا بدنا نظبطه بعد فترة يعني طويلة، صار معه حادث بالقلب. بلشنا على أساس بنظبط شوي شوي لنا تنقعد نسكن، واضطرينا إنه ننزل مشان عملية القلب، رجع عمل عملية قلب وضعفت حالته شوي، وصرت اشتغل كمان قبلها يعني فترة، صرت بدي اشتغل. اشتغلت فترة طويلة، صار لي كذا سنة اشتغلت بالضفير بمحل حلاقة يعني. بس مثل ما شايفين هالبيت مش خارج سكن وبده شغل كتير. توني وأوليفيا مش بقدرتهم يزبطوا، خاصة بعد ما توني تعرض لوعكة صحية وخضع لعملية القلب المفتوح وما بقى قادر يشتغل مثل قبل، وأوليفيا اضطرت إنه تشتغل لتقوم بالمصاريف اليومية. حاسس انه يمكن الله ما بعرف بعت لي شيء انه تحت لي يكفيني او شيء، وانا بتمنى انه انا ما عم بطلب، مثل ما قلت لك ما عم بطلب ثروات، انا اخر همي هالاشياء هيدي، بس هيدا البيت، هيدا البيت بيت العائلة، حرق لي قلبي انه ما عم بقدر صلحه هيدي. إذا تصلح البيت أنا مني ولي طاولة من هون لهونيك قد ما بقدر.
أنا أصلا أسس مصلحتي عشي، بس من بعد ما عملت العملية ما بقى عم بقدر أشتغل، لأنه نار ومصلحة العشية فيها نار وفيها تعب وهيك بقى. هلا الحمد لله عم بصير أحسن يعني بعد العملية، يعني إلي رح يصير لي سنتين عامل عملية القلب، عم بصير أحسن إن شاء الله. إنه بدي إنه أنا ما بحب إنه أكون كسول، يعني بدي أرجع أشتغل، بدي أعمل يعني كيف إذا الله بيريد هيك. تيسن كلب عائلي كتير، نتسلى فيه بالبيت، وإجاني هدية عيد الأم، بيعرفوني بحب الكلاب، إجاني هدية عيد الأم وبسلى يعني، كلب أليف بالبيت وعم نتابعه. داليا عرفت بهالقصة وبوجود هالبيت التراثي القديم اللي بحاجة لشوية ترميم ليرجع من البيوت الأصيلة اللي صرنا نفقدها بلبنان، فقررت هي وزياد وطبعاً بمساعدة صوايا كونستراكشن وكل سبونسرز البرنامج يزبطوا هالبيت وما ينقصوا عليه شيء أبداً. هيدا البيت اللي خبرناكم. كتير حلو هيدي، شو شجر التوت؟ هاي التوتة هيدي عمرها أكثر من 100 سنة. هاي الأرزة هيدي أنا زرعتها، كان عمري 15 سنة، كنت ولد ستلة صغيرة، صار عمرها 45 سنة. هيدي هيدا البيت قد إيه عمره؟ هيدا البيت قديم كثير. ايه معلوم فوق 100 سنة يمكن. مش من بيك، من جدك؟ ايه كان ايام جدي وبيي كفى. كثير حلو على الحجر. وهيدا هو، تفضل تفضل. بس شكله مهجور، صار له وقت طويل. ايه كثير مهجورة، يعني عم نجي نطلطل عليه. ما بتجوا بتناموا هون؟ لا ما في مجال، يعني غبير كثير مشان يتهوى شوي. ايه لانه مبقى في ريحه رطوبه قويه بالبيت. وهيدي الحديده كرمال الخشبات اللي فوق؟ ايه هيدي الحديده سند الخشبات، يعني عمود. عمود ايه، يعني مثل حاجز كانوا هيك يعمروا من زمان يحطوا. قد ايه عمره هذا؟ في اكثر من 100 بدنا نسال توني قد ايه عمره؟ بعتقد بال 120 سنه هيك. 120 يعني سنه، بس لهلا بعد ما زبط في شيء من 120 سنه؟ يعني جربت زبط، بلشت بالمطبخ وبالحمام. اوكي، هو اللي بقي الصالون. صار معي عارض، عملت قلب مفتوح، ما شدت كفايته. سلامتك، نحن هون جايين لنساعدك ونغير لك شيء بالبيت. هيدي شو عندك هون؟ بشكركم. هيدي شو؟ هون غرفة نوم. هيدي أوضة نوم كانت. هاي للأولاد كانت؟ ايه كانت. هيدي إنه كانت على أيام أهلي، نحن ربينا هون، خلقنا بالبيت هيدا. وبعده العفش هو زيته العتيق. هيدا العفش كانوا ساكنين ونحن خلقنا هون، تجوزوا أهلي وربونا هون. بس كتير تعبانين الحيطان من جوا، صح؟ ايه. صار له زمان البيت كتير. معقول نعرف البيت؟ هيك هيك. ايه كتير تعبان. أوليفيا أنت شو على بالك تغيري بالبيت؟ يعني قد ما بيتغير تين سكن، يعني مش واحد ما بتعرف ما بده يطلب كتير، بس انه تين سكن تيصير بيت شرعي. يعني اكيد بهمنا ناخد رايك. ايه بيت شرعي تقدري تعيشي فيه. يعني هيدي الاوضه كمان اضرب من الاولانيه. هيدي كتير تعيسه. هيدا هون شو كان، شباك قبل ولا غيتو؟ هيدا شباك وصار الخشب معتيه وراح يهرب. لبسته حجر؟ شلته وحطيت له حجر. بس في شباكين ما بيعازي لشباك تاني. ايه ما كمان بما انه ثلاث شبابيك. يعني هيدا زبطنا بالاوضة هون. بدي سكرها كلها واتركه للشباكين. هو هيدا لازم تسكر، في هون شباك في هون شباك. ايه ليك هول الشنط شو مهضومين؟ هدول لما احضر فنومة قديمة كتير شوف منهم هول شنط السفر. قد ايه عمرهم هول كمان من وقتها؟
هولي انا كنت شاب قبل ما اتجوز، كنت سافر اخذهم له. وبعدين شو بيعطى عندنا تحت مثلا بنجيبه لهون على الجبل، وين بدنا نحط؟ نحط بالجبل. ها اوكي، هون حجر هون مفسخ على الاخر. هيدا حجر هيك بينقشر. يعني هيدا كله بده قبع نعمل عن جديد، حجر جديد من جوا. بده ترابي وصبي. طيب خلينا هلا ناخذ القياس ونشوف. اوكي. تتركونا ناخذ القياس؟ يلا. شفت قد ايه بده شغل؟ كثير بده تكسير كثير. ايه بده كثير شغل، بيت كثير قديم بس حلو كثير. 34 للشباك. للشباك عنا هون. 134. متر و70 طول الشباك. اوكي. شفت قد ايه في ترسيخ من تحت؟ في تكسير كثير. يعني هذا كله بده بدنا نقبع ونعمل من اول وجديد. بده يتكسر هذا كله خلص. هيدي الطاقة فوق بدنا نلغيها، ما لها عازي هاي. شوفوا هون. هذا كله بده يتجلص. هول بيعملوهم الطاقات قديمة. إنه كانوا يعملوهم مشان الرطوبة. سقف. سقف إذا نزل رطوبة هودي بيهووا بيعطوا كورندات بقلب الأوضة. هيدا بده حرف. كله. كله. ايه حجر رملي هيدا، ايه من برا. بس الباب انا هون كثير هيدا من برا هيدا الباب. هيدا حلو. ايه كثير حلو لانه قديم، ما في منهم بقى هون البواب. هول الخشب هيدا خشب سنديان، هيدا ما في كثير، بس على الرطوبة نفخ كله. لا ما كثير في يعني، بس لانه مهمول البيت صار له وقت كثير طويل. يعني لو كل فترة زبط فيه شوي صغيرة ما كنت وصلت لكل هالشي. الملفت انه ما في نش بالبيت، بس الأكيد انه حيطانه كتير تعبانة بحاجة لتكسير وعمار من جديد. هالبيت حجر وحيطانه رملية، يعني شغله صعب ورح يعذب داليا والشباب. شفت تخوتي كمان؟ خشب كتير منيح. بنخلي كمان تخوتي ومنظبطهم ندهنهم. بنجيب فرش جديد. بس. أوكي. طيب. هناخد عرض هيك. إيه. ناخد عرض الخزانة. أو بتعرف؟ ما بدي أخد عرض الخزانة، أنا بس بدي زبطها. ناخد عرض منيح. زياد عم ياخدوا قياسات غرفة النوم، وبنفس الوقت عم بيكشفوا على البيت ليقرروا كيف بدهم يشتغلوا وشو بحاجة ينعمل. زياد هيدي بدها أكثر من أسبوع شغل معنا. بده بس بدك تنتبه لي على معلمين إنه يسلموني البيت بأسرع وقت ممكن، لأنه هو بده يجوز ابنه. بدنا نحاول إن شاء الله، ما في مشكلة. يعني بدك تسهر ليل نهار لنسلمه البيت كتير بسرعة. موجود التين التوتي اللي برا المصهر، ما في مشكلة. هو أهم شيء عندك الأكل. تفضلي. تفضل. ناخذ قياس هيدا هون. هيدا فيهم يفوتوا من هيدا الباب وفيهم عندهم باب تاني، بس هيدا الباب هون التالت ما عرفنا لشو. لنسأل توني. توني؟ يا إيه. بدي أسألك هيدا الباب لشو؟ في باب تاني بالوش كمان. هيدا باب كانوا معمر بالاول، معمر اوضتين هون، باب هيدا بفوت على الاوضه هي، بفوت على الاوضه هي. بس فينا نلغي هيدا الباب اذا منك عايزه؟ هي حاليا فينا نلغيه هون لانه كذا باب حد بعض. ايه هيدا هلا اذا بدنا فينا نلغيه بنعمل خزانه هيك هون. خزانه بتعوزها اكثر. وهيدا الباب الثاني لشو؟ هيدا هون كان في بلكون. البلكون كانوا يمرقوا. بلكون كبير برا؟ لا كان في بلكون شي مترين متر هيك، بقى كان يمرقوا بيك ابات وهيك ايام يدقوا فيه لبرا. هيدا على الشارع؟ هيدا الباب اذا بينفتح دغري واحد بيروح على تحت. ايه صار البلكون بدي سك بفكر سكره هيك بحجر من هون وبعدين بنسكره. هيدا بنلغيه هون بنعمل خزانه هون. ايه اوكي. ايه كثير بده شغل البيت وكثير عتيق. وهيدي الغرفه الثانيه هون غرفه النوم، وحتى هون اوضه تعبانه كثير بدها كثير شغل. فاتوره كمان كلها فاتوره. نفس الشغل القديم.
وبنعمل بردايه مهضومه. بس يعتق بيت وما ترمميه وما تضل ايدك فيه. اكيد يعني بيت كل فتره لازم تجدد فيه. كانوا يشتغلوه بالقديم هيدا الرمل حجر رمل يعني هيدا عرطوبة بينزل. اوكي بناخد لقياس على الاوضه. خليني هدي لك الموتور. شوف الحجر. ليك نوع هيدا رملي. ايه رملي بس هيك كيف يعني بأي لحظة بيوقع علينا هذا. خلينا ناخذ القياس بسرعة ونضحك. ليكي بده تقشير. ليكي عم يقبع كله. ما يوقع علينا البيت. هذا بده قشر ويبين الصخر الاساسي ونرجع نحط مره ثانيه. اكيد ان شاء الله المعلمين بيعرفوا شو اكثر شيء احسن شيء بينعمل. حنحاول مثل ما خبرتينا انه عارصين بده ينقلوا. مزبوط بياخذ كثير وقت بس الشغل فيه كثير حلو. هذا 96. مثل الشباك الثاني 96. نحن اخذنا قياس جوا، هلا بدنا ناخذ قياس الصالون. كثير حلوة الخشبات بس بدهم دهان وقعدة هيك شوي تزبيط. ما عم تفكرين نعمل له جبسن بورك ونغطيهم كلهم؟ لا بالعكس، انت شو رايك توني؟ لا هن هيك حلوين. اه معي انه خليهم بس بيتعتقوا بصيروا حلوين. اكيد بنظبط اللون وحتى هيدي الحديدة بنغمقها بنعملها مثل لون خشب. هو بيت جبل انه لحتى يضل مبين التراث يعني قد ما فينا. ايه حنترك هول الاشياء الاساسيه القديم بس بنغير بالعافيه شو بكل شيء. شو رايك؟ يعني صالون صغير بيطلع معنا هون شيء بيقعد فيه شيء خمس ست اشخاص. شو رايك توني؟ ليه زعلان اليوم؟ شو بيه الكلب زعلان يعني انتم ذوقكم كمان اكيد بدنا نحضر له سربريز اخر الحلقه مش حنتركه هيك. بس نحن كثير هيك ما بعرف انا الديكور اتركوا علي انا بعرف خجلونا كثير يا ما عم فهم انا ما انا بعرف شو فيي غير حس حالي ماني موجود معكم. طب خلينا هلا ناخذ القياس نشوف شو فينا نعمل. اوكي خليني اخذ القياس من اول الباب بليز. هيدي الصورة شو توني؟ خلصت هيدي حاطط لها لمبة فوقها قد ايه طلع؟ هيدي من عمرها من عمر البيت الصورة. هيدي محل ما معلقة عندك وقعت مرة من فوق لتحت وبعدها مثل ما هي ما انكسرت. مقدسة على ايام اهلي هيدي الصورة مقدسة. لكن هلا اخذنا كل القياسات المطلوبه بالبيت صار عندنا كل المعلومات اللي بدنا اياها عن البيت. خلصنا. لكن توني انتم باقيين هون ايه بهالجو الحلو والبرود؟ هلا حاليا ايه رح نروح عند اختي شوي وبعدين بنرجع نلحقكم. طيب نحن حنمشي وبنشوفك قريبا. ايه بس نحن كثير ما تاخذونا لانه ما عملنا واجباتنا معكم يعني. لا ما بقصر ميرسي كثير ثاني مره. داليا عم بتقوم بجولة على سبونسرز البرنامج لتختار كل الأغراض اللي عايزتهم للبيت. شركة الموسوي طريق المطار عمرها أكثر من 25 سنة ومنتشرة بكل لبنان لكل أنواع الدهان الترابي والحديد.
أخباركم طريق المطار لتشكيلة واسعة ومنوعة من البلاط والحمامات وغيرها. نعيم إلكتريك حار تحريك اللي صار له أكثر من 30 سنة بالأسواق لكل شيء بيختص بالكهربائيات، كاميرات المراقبة، كابلات وإنارة. عيسى للسجاد، زفتة أوتوستراد النبطية لكل أنواع السجاد. دخل الله كان صور للبرادة الداخلية، تنجيد الفرش وجميع أنواع البيضات. وصلت البضاعة واليوم حنبلش شغل. عنا توريق وتكسير، بس أول شغلة حنعملها إنه حنطلع العفش القديم لبرا، وهلأ حنبلش شغلنا أنا والشباب. يلا شباب. يلا. يلا دغري حملوا وظهروا. يلا حمل علي. خذ هلأ أنت البونبونات اللي علي. وحطهم بالجيب يتربط. بتحقق الدماء. طب يلا انا وياك، معقول حي محمل؟ اي اي والبونبونات بدك تدفع دعانهم. بلش الجد. صارت تتحدى داليا بالتكسير. نشوف مين اسرع انا وانت. خلص تعبت، خذ كمل عني. حفوت شوف الاوضه الجوانيه شو صار فيها. قول انت هيدا شلته معك دقيقتين. تسلى شوي من هون ليرجعوا الشباب لأنهم بالبريك بالغدا. يا حرام شو صاير فيهم؟ داليا صارت عم بتكسر بالإيدتين كمان، عم بتضارب على الشباب. مين قدك داليا؟ حلو كتير شكلي صاري، صار عندي عضل بعدين. منفهم منك عم تعملي سبور بنفس الوقت، عصفورين بحجر واحد. ما
بما أنه البيت بده منيح شغل، الشباب عم بيناموا فيه ليشتغلوا قد ما فيهم، صاروا مكسرين منيح بوقت قليل. هيك صار البيت بعد التكسير، الرمل وين ما كان. بلشوا شباب صوايا كونستراكشن يورقوا الحيطان اللي عم بياخدوا منيح بيتون. وعبيهم هون، ايه؟ حضرت لي اياه. بس ليه طلع معك رخوه هيدي الجبله؟ اوكي كرمال الحياه. بس هلا خلص صار فينا نعبيها. بس عن جد قديش بده شغل هيدا البيت؟ كثير. اكثر من غيره بكثير. لانه كثير عتيق. يعني اكيد لما يكون بيت عمره 100 سنه واكثر بشوي وما حدا ضارب فيه ولا ضاربه، يعني هيك بده يصير فيه. زياد شو رأيك بدل ما تتفرج تجي تاخد عني شي مرة؟ أحسن شي مرة أحسن ما ضلنا ناطرين شي ساعة ونص عم تعبي أنت كأنك عم تعبي معلقة أكل. معلقة أكل؟ لا هي أنت هي معلقة أكل لإلك منيحة. هيك مش هيك بلا ما خبرون خبريتك الصبح كل يوم شو بتعمل فيه. عند مين؟ عند ملك؟ عبالكم تعرفوها؟ شو اسمه؟ ملك القرقور. هيدا أول طريق الصعب أن نعمله دعاية. ايه لخبركم اياها للخبريه. عادة كل يوم الصبح انا وزياد بنوع الساعة 6 على بكره. زياد اذا بيطلع مشوار بعيد برات بيروت بتفرك معدته وبصير يدوخ ويقشط ضغطه وبصير بده ياكل. فمرة بناكل ومناقيش، مرة كنافة، مرة بيوقف لي على جنب كرواسون، كل يوم بيتوحى مع شيء جديد. اليوم عن غير عادي قال لي بدي طعميكي شيء على ذوقي. قلت انا بقلبي الله يستر شو بده يطعميني. بيوقفني عند واحد على الطريق نحن وجايين عنده خواريف صغار معلقهم برا. قلت له زياد شو بدنا نتروق؟ هيدا ما عنده غير خواريف. قال لي لحمي مشويه. قلت له حدا بيتروق لحمي مشويه على بكره الصبح؟ قال لي خلص كلي وشوفي. وهلا بطني ما فيي خبركم شو صاير فيها. وهو صار له من الصبح بالحمام. مش هيك زياد عم يصير؟ مزبوط مزبوط. فشو قلت لي اسمه؟ مرة تانية على الكاميرا. ايه مرة تانية. ملك القرقور. يلا. هلا بنزل لعنده باخد منه مصاري بقول له عملت لك دعاية. ايه. مبسوطة انت؟ افرك شو؟ خلص تعبت. ولو زياد تعبت؟ ولا صار الوقت لتاكل؟ ما في توت ما في. بعد التوريق بلش علي ناعم الورقة. هلا علي شو عم تعمل؟ عم تنعم الحيط؟ عم نعمل الحيطان هلا عم نحل الورقة. بتوري بعدين بتنعم الورقة. ايه فرجيني كيف بدك تشدي ايدك عليها منيح. اوكي هلا بتنعم هون مطرح الخشن. ما في خشن. اوكي نرجع بنحط مي شوي نرجع بنعم. اوكي ما تتفرج كمل شغل. لا بس ليه هلا بالمي نظيفة كلها بطون؟ لا انا بلا ما ترشي رشيتها انا. لا بدي رش. داليا اخترعت تقنية جديدة بالشغل. بس مش حطها كزميلة. مين في إلا لا؟ هيدي الأوضة كلها ورقناها، صح؟ بعد فيها كمان. عملناها بحيط حيط. بس قد إيه عم تاخد باتون كتير؟ كتير إيه، هيدا الحيط لحاله أخذ كل سنة. الحيط كتير عم ياخد باتون لأنه فاضيين الحيطان من جوا.
علي مش قادر يتركها لداليا، شكله خايف ما تفتح حسابها. هلا من بعد ما اتاكد انه كل شيء مظبوط فلقى سلمي لي ايه سلمك يا سلمي ما بعد عنا هيدا الحيط كله ورا هيدا النور وهيدا هيدا خالص هيدا بده ترميم كمان هيدا النور كله في محل بده تعبيه ايه وهيدا بده ترميم كله بده ترميم وهو في محل تسكير فوق ايه هيدي قلت لك بدنا نسكرها الطاقه وفي وحده ثانيه كمان هونيك بدي اسكرها ثاني مال والسقف اللي ورا كله بعد بس في عنا تكسير فيها بالسقف اوكي بتكمل؟ اوكي او بدك بلش بهيدا الحيط؟ خليك بلش يلا بتفرج عليك شوي زين هلا اكيد من بعد هيدا الشغل بدنا نأسس ونرجع نمعجن واخر شيء بننهن كم يوم هيدا بده وقت علي؟ خمس ايام خمس ايام وبننطر بعدين بنبلش نأسس بعدين بنبلش نأسس لنشي لأنه هلا مناطق عالية كثير وبتضل رطوبة قوية كرمال هيك بتاخذ معنا وقت زيادة ما بنشي كثير يعني شفت علي صرت أعرف شغلك كثير منيح ما فيك تقول لي يوم زيادة يوم بالناقص بقول لك لا زياد شو عم تخترع؟ مأثر بأفلام الرعب؟ شوف بين ايدي شيء بين ايدي مدودو بدون ما تصورني انا بدون ما تصورني ايوه اوعى ظهري عم يجعني طالع لي ما حوقع عليك ما حوقع ما تخافي ما تخافي ايوه يلا واحد اثنين ثلاثة اشتغلي واذا وقعت لك والله ما حتوقع يلا ما تخافي والله العظيم بفتح لك راسك ما تخافي ما تخافي ما حوقع ما تخافي ولو بدي خلاص من انا طب خلص زياد هلا بيت الاشباع عليك عم تكسري بيت الاشباع هلا بتجي وحده بتصير تقول لك ممنوع ممنوع تكسري لي البيت يا الله زياد ما بخبرك شغله شو ما انا كل ما اجي لهون واشتغل هون بكون ميتة رعبة بالليل بيجيني كوابيس لما اتذكر انه البيت عمره 100 سنة ليه؟ كل ما اتذكر انه البيت عمره 100 سنة ومهجور سيادة بحط شوية خالي ايه بدك تفوت بلش بهيدي الجوانية ليك هون كان في مغسلة في مغسلة هون ايه بس مش ميلتي Pas bien malin des riches enfin. Ils ont pioche pic-pac dans la terre ou dans la roche. Dans la mine, dans la mine, dans la mine, dans la mine. Quel chou à l'air, vous êtes Hein? Ziad m'a zé j'aurai à l'écher le lion. ايه عم يهز الحيط؟ ايه والله بيقرب عليك والله عن جد؟ انت مش شو هالمرة عن جد بدك عم راح زيادة ايه؟ والله عم يهز هي بس بين زياد وعلي رح تروح فيها دانيا طب شوي شوي خلص لا ضربي مش مشكلة عادي بنبسط لما زعلان اذا وقع الحيط؟ طب روح علي انت بتعرفي هون شو القصة؟ انه هذا حجر مركب هذا حجر صخري مركب ايه بعرف عرفتي كيف؟ ما مبين معنا هون لما كسرنا لا هون ما بدنا نظهرها هاي لا عم اقول لك انه معقول مزبوط يهب يوقع الحيط لانه ليك مكسر هذا ما بدنا نكسر العرقات تاعيتهم طب شوي شوي طبعا بس ما فينا ما نكسره بدنا نكسره كله هيدا بده ينزل هيدا متل عم تطيرون علي بتعرفي ليش مضايق هون شو بدك بالزاوية كان في طين قطفى الزلمة كان في جوز قطفى كان في توت ما ترك شيء لك ما ترك لك شيء يا حرام يا زياد ما ترك شيء واحد يخبر شو عم تعمل بدك تقطع الباب هلا زياد ليكي هيدي شو بتطلع برا
هون على السطيحه ما هيك ما في شيء توقعي دغري توقعي على السريع طب انتبه على حالك مدينة الأشباح ضلت على هالمسمار وحيروح كل الحيط روقي شوي بس شوفي ما تصلحيني ما تصلحيني اشتغل لحالك زياد هيك هالشلة لداليا وفش خلقه بالحيط هالبيت رعبة لداليا هربت خلص بس بيعرفوا كيف يغيروا لها جو ما تقولي لي وجبت لك اليوم زياد من وين جبت بطيخة؟ وحط طعميكي ها منيح لقيت شي تاكله زياد بكيف طعميكي معي ما بكفي الخمس سندويشات اللي اكلهم عم بكرة الصبح معدنين كمان بعمل له دعاية مرة ثانية مرة ثالثة شو ها؟ هاي لإلي؟ وهي لإلي ليه هلأ تكبرتها؟ هدي كلها لإلك؟ ما يصير معك عسر هضم بغرفة النوم بلش التوريق بالصالون خلص التكسير وتاني غرفة بلشوا يفضوها ليكسروا حيطانا والباب يلي ما كان له لزوم إذا فتحناه منوقع منه رح تشوفوا شو رح يصير محله بعد التوريق بلش التأسيس والتمعجن والتحضير للدهان شو زياد سلامتك حسين مزبوط وقعت عن السلم كسر شو صار معك زحطنا عن السيبي زحطت عن السيبي كيف ما عجن سقف زحطت عن السيبي منك مثبتها منيح ثبتها بس هوات خلص فعم يفكر خل توازني منو مثلك عم يفكر بشو بده يفكر والله العظيم عم يذبح اليوم اهله خروف فكر بطنه هذا انت او هو بضل باله ببطنه ايه بس عم عوشه خروف قوم وقف هلا شو بدك يعني بدك مستشفى حاسس شو موجوع شكلك بس كثير طب بده صوره اكيد زياد خذوه على المستشفى صوروا يلا شو ضروري لا مو تاخذوا على المستشفى بيطري يشوف ويجي
عم بحكي مع زياد. زياد بروحه المرحة نص حسين وجعه. نص نهار اليوم حنحسب له كمان. نزلوا زياد على المستشفى، أنا فاتي بلش شغل. مين في هون، حسين أو جميل؟ جميل جميل جميل, جميل لحاله جوا. جميل وحكمة. طب يلا سلامتك، طمني. إيه زياد خدوا على المستشفى وقول لي شو بيصير. هاي أول ضحية صارت معه. يلا بنبلش جوا. أول ضحية بورش البرنامج. بس منطمنكن كانت عسلامة. تاني يوم خبرونا إنه حسين كان عم بيقب الموبيلات بضيعته. هاي جميل. شو عم تعمل؟ شو عم تشتي بويا؟ عم تأسس؟ روق شوي. برافو عليك، انت حاط شي على راسك. اليوم حسين وقع عن السيبي. ايه عرفت انه وقع عن السلم. لهلا صارت الساعة 6 هلا عشية. هلا عم تأسس؟ بكره دهان؟ ان شاء الله. بكره بندهن. هلا بنقي الالوان انا وياك. ايه. اوكي؟ لقلك لك شو بدنا ندهن الوان الغرف وهون الانتري وبساعدك شوي بهذا الوقت. انتبه على حالك انت كمان ما توقع. بس تقريبا كله صار جاهز. ايه؟ هيدي قد ايه اخذ معنا وقت البيت؟ 12 يوم تقريبا. بس قد ايه اخذ معجون البيت؟ كثير، اقل شيء 15 برميل. بعرف، لانه كان كثير مكسر البيت. زياد رايح جاي يجيب براميل. وانا بهدله، لوين هالبراميل يا زياد ولوين كل هالبراميل المعجون؟ بس عشان تطلع الحلقه. بس للتوضيح، هي قصد الحلقة اللي بدينتها مش حلقة البرنامج. بتعرفوا داليا مهندسي الديكور وعندها ذوق الخاص والمميز بكل شيء. شوف لي إذا زياد أخده لحسين على المستشفى أو بعده قاعد. لا أخده. مش الحال فلو؟ هلأ عملت القسم الفوقاني، هلأ نحن عم نأسس، بعدين بكرة حنبلش دهان. هلأ اليوم عم نعمل وش تأسيس للحيطان، اول وجه بنعمل بعد معنا وجه تاني لينشف، وبكره بعد بكره بنبلش دهان. الالوان في براسي انا لون معين، هو حاعمل غرف النوم بيستاش، لانه البواب البرانيه القديمه للبيت انه جددناها وحاعملها نفس اللون بس اغمق شوي، مثل ما بيعملوا بالضيع البيوت الضيع القديمه، بنقوا الالوان هيك الاخضر الغامق كتير حلو بيطلع، مثل يعني هو البيوت كتير عتاق. هيدا الباب هون بده يلتغى، حينقبع هيدا الباب وحينصب كله حيط، حيصير حيط. والباب اللي وراك ما حيطلع معنا لانه عم تصوره، حخليه واجهه زاز، حتكون يعني حيبين المنظر لبرا، حاتركه مثل ما هو بس حلبسه زاز. بس خليني افرجيكم شو قصدي بالمنظر اللي برا، شوفوا معي. ما بعرف هلا معتمي شوي، ما بعرف اذا حيبين لانه عتمت الدنيا صارت عشيه هلا، بس منظر كتير حلو. بلشت الألوان تفرفح حيطان البيت وبلش جماله يبين. في باب من البواب الخشب اضطروا انه يقبعوه ويستبدلوه بباب ألومنيوم لأنه نفخ قد ما هو قديم، ما بقى يتصلح.
هيدا آخر يوم نتوجه فيه عبيت خليل بك فرحونا. زياد ملبك راسه وعلى التليفون من الصبح لأنه انقطعت الكهرباء وعم بيحاول يدبر موتور يرفقنا كل النهار. وصلوا شباب روبير قشوع للألومنيوم المكلس وعنده فروع بكل لبنان لزجاج الرول أب وغيرها يلي رح يهتموا بألومنيوم كل البيت. زياد قدر يدبر الموتور. البرادة وصلوا مع شباب دخل الله. بلش الديكور يجهز بداخل البيت. الشبابيك التريات كلها عم تتركب. كلب تايسون كان له حصة مع داليا وحضرت له بيت كمان. تعا تعا رشحة تتفرج لأنه هاي شكلها مش نافع. أعطي خبزك للخباز لو ما ترك لك منه شيء. ايه متل عبكرة الصبح. يا محلى انا كيف برش يا محلى شفنا اول ميله لكن الشرشره سلى فيها انت لبلش انا دهن. كثير منيح هلا صار في حدا يشتغل عني. هلا منلاقي لك شيء داليا. يا استاذ بدك تنقذينا ما عم تفوت ايدينا فيها. انا ايدينا صار. شو؟ ايدي طويلة. شو قال؟ ايدينا خام 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 ما عم بفوتوا لجوا. ايه بيقولوا ايدها قصيرة او ايدك ضخمة ضخمة. ايده ضخمة ضخمة. يلا. تطلع لهون ايه؟ ليه؟ لتوصل للي فوق. اسمع هلا شوي روق برمي شوي السلم لهون. ايه بس صرت واقفة على الشراي. ما بدي اسال خمس سنين مش حال. ليك اذا بوقع يا ويلي شو بعمل فيك؟ تالتي. تالتي سابتي. كيف بدي اطلع؟ اطلعي. لك ايه بس يلا انا وقفي بعد وحده اطلعي وحده انا هيك وحاسه حالي حقوقها يلا شوي 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 بس يلا هدي هديك يلا لا والله بهديك يلا بقلب انا وياك عارفه انه حسين وقع عن هدول عن هذا السلم فتح فيه الله يطمنك زياد انا واقف على درجه وحده بنط على السرير بس اذا وقعتي حاولي ما تجي على الخزانه حتى ما تنكسر اذا بتعرف معروف اه وقال هالميلك وقال هالميلك يعطيك العافية شكراً شكراً من الهمات الصعبة ليك هلأ أول ما تضوي الضوء تفقع تفقع كلنا يا علي اشتغل على التاني
كتير أعمال عم بتصير قبل ما تسلم داليا البيت لأصحابه. غرفة نوم الشباب عم تجهز وما بقى ناقصها شيء. كثير منيح. باعت لي كمان مخدة طبية. مش حيالله مخدة. يعني كتير منيح انه معرض دخل الله قدم لنا هدول الشراشف والحرمات والكوفرولي والبرادي. انا نقيت الالوان بس هو قدم لنا اياهم كل شيء قدم لنا. لا مش هاي مش هاي. علي اخذ عن زياد هالمره، كلهم بحبوا يمزحوا ويتسلوا شوي ليغيروا جو وينسوا التعب. رايحة لعنده للزلم اليوم لأخد للبيت. عجبوك ايه علي؟ شو بيك ضايع بالحرام؟ هلأ عم سمك الحرامات لأنه جاي شتوية كتير قاسية. حبيتون؟ هلأ إذا عبالكم تجيبوا منهم صرتوا تعرفوا من وين. رجع لورا. تتذكر هون كان في باب؟ تتذكر هون كان الباب اللي ما قالوا لزوم سكروا بحيط ولقيت داليا المطرح مناسب لخزانة للأحذية. اعطيني شي 200-300 دولار عم تعطيني ورق. هيدي غرفة نوم الأهل توني وأوليفيا يلي صارت منورة وحلوة كتير. اوكي هول الشبابيك الألومنيوم صاروا جاهزين. ركبون هلا والشباب بعدهم عم يشتغلوا برا. لأنه القدام أبدا ما بيسوا. مسوسين الخشب القديم كله منزوع على الآخر. يعني كتير منيح انه شباب اللي ركبوا لي الشبابيك خلصوا لي اياهم بوقت كتير سريع، ما كنت متوقعه هيك، عاده انا بياخذوا كل النهار لانه عندنا شي 6 شبابيك بالبيت
وباب لوحة كتير كبيرة. شو زياد اجت الكهرباء؟ لا بدي اشغل على الموتور. اه اوكي حضوي لك الموتور. ما كان موتور بعد ما اجت الكهرباء؟ لا للأربعة قالوا لي. اوكي للأربعة. طيب هلا صاروا عنا اوضتين جاهزين. ايه شو بعد شي بس الصالون وشبابيك والبرادة صاروا راكبين. لحظة بدي فرجيكم شبابيك البرادة. سوري هيدا قماش فوال ومن جوا مبطن قماشة تانية. غرف النوم جهزوا والبيت صار كتير حلو وفيهم توني وأوليفيا يرجعوا يسكنوا فيه. داليا وزياد عم يفرشوا الصالون. دقيقة شوي. شو متكل علي احملها؟ لا 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 بس حتى المي وقال هذا. واو كثير حلو لونه. ايه؟ ايه. عن جد كيف كان البيت وكيف صار؟ مين الأشباح؟ قد ما داليا هيلك زياد ما وقف يرعبها ويخبرها اخبار عن الاشباح. آه زياد هلا بده يخبرنا ليه ما بحب يجي على هيدا البيت، كان كل ما قال له اطلع على البيت يلا وهيك بيقول لي داليا بلا هيدا البيت اطلعي لحالك، قال له ليه؟ قال لي بعدين بخبرك، هلا بده يخبرنا ليه؟ كذا مره نحن نايمين هون نحن والشغيله ايه يفتح هيدا الباب يسكر طفي الاضويه تسمع اصوات منيح حنخلص اليوم وحياة الله هذا بيت اشباح. بعدك مصر من بعد هلا لا هلا صار منيح بس اكيد بعده الاشباح هلا مبسوطين منك اشباح هلا بيهربوا اذا شافوك الاشباح. زياد ما تمزح كثير بهالموضوع نصيحه بركي تقلب جد. طفى ضو زياد خليك لحالك. شو خليني لحالي يا ما ضليت لحالي اساسا. ما بدك هاي اللي بالنص بيناتهم؟ لا طيب هي وين بنحطها؟ لانه هيدي بدي اتركها لحالها هيك. مش بس اعطاني برادي اعطاني كمان شاشه للطاوله. زياد صار خبير بالديكور. سوري بالديكور. شو قصدك فيها هاي ديكور؟ ديكور بتعرف الديكور حبيتيه ولا لا؟ ايه بلا حلو. ها حاتركها كرمالك. لا شو رجعتي جلستيها ديكور لك هيك هيك. انتو شو رايكم مين معه حق زياد او داليا؟ بيدفعوا مصاري ليتعلموها. بيدفعوا مصاري تعليم ببلاش ولو ها اذا بتتعلموا من زياد بتفوتوا بالحيط. لك صدقيني هذا ديكور يا ايه اوكي بتعمل لي اياها هالبرمه مثل ايام ستي وستك هيك احلى زوبعه كرمالك حقترك. ميرسي تكرم بس خلصني شو بعد في السجاده. اوكي شو بعد فيه؟ خلص خلصنا فينش وهلا الصالون صار ريدي صار فينا نظهر لانه زياد بده ياكل حضروا له اكل. معزومين على الغدا. معزومين ايه عن جد معزومين على الغدا. شو عاملين غدا؟ على شو عازمين؟ ما قالوا انه ولا ما قالوا. حسيتك كثير مبسوط انه بدك تاكل. اليوم في اكل اكل اليوم. اه في خبريه انه زياد ما حدا قدر تاكل هلا. ليه؟
لانه اول شيء لازم يجوا اصحاب البيت لهون يشوفوا الديكور ويشوفوا التغيير اللي عملناه بعدين بناكل. عندي فكره، بتفوتي بتفرجيهم لاصحاب البيت البيت وانا باكل عنك وعن اصحاب البيت. ايه بدك احلى من هيك؟ زياد عنده حل لكل شيء. طيب بروح انا بجيبهم اصحاب البيت بجيبهم السيارة وبجي. ايه يلا خليني اشيل هدول لانه بس هلا حتصدق انه في اشباح. حتضلك لحالك بالبيت هدول طالعين معي المصورين معي كلهم. داليا نطرته للتها ورجعت زبطت الشرشف على ذوقها. يلا شو بكي داليا؟ خفتي من شي؟ لا عن جد شو عم يصير هون؟ ما عم بعرف. حلو كتير. زياد تعا شوي ضروري. مين رجع فات لهون؟ هلا؟ ايه حدا رجع فات؟ هلا من بعد ما ظهرت؟ لا هلا ما تسأل علي، انت رجعت خربت لي هول كله. والله انا برا عم بحضر الاكل. شو صدقتي؟ امنتي؟ خلي ينفعوك المصورين، ما كان معي 50 شغيل. كان معك 50 شغيل؟ 50 شغيل. صرت مزبطه الطاوله 100 مره. شو هي مين عملها؟ انت سويتيها يعني؟ والله لا ما دخلني. بلكي هلا بكتبولك ما ظهروا المصورين من ورا. بلكي هلا بكتبولك على الحيط شكرا. كمان؟ يمكن. طب تعال خليك معي شوي. خلصت بس بدي الاكل معي بس. لا لا ما تحضر شيء وتتركني لحالي. بدي احضر الاكل. زياد مين هيدا؟ وين؟ ظهر هيدا واحد شعره هيك ابيض وراك. ما في حدا شو؟ وحية الله ظهر واحد شعره ابيض. ما في حدا شو شو؟ هلا اذا انا صدقت لك ظهر واحد هيك مثل لك والله ما لقيت حدا. ايه؟ الشبح مرق من وراك. شو انا عم بتخيل؟ لك صدقي ما مرق حدا. لك شو عم بمزح ولا ما مرق حدا؟ طب ليك يلا ماشي نظهر اثنيناتنا وما نرجع لهون. التغيير صار واضح بحلقتي لليوم لأنه صار معي شركتين جداد، ألومنيوم اللي اهتموا بشبابيك وبالبواب، والشركة الثانية هي للبرادي. هيدي كانت حلقة داليا والتغيير لهالجمعة. إذا عبالكم تعرفوا شو رح غير بالبيوت الجديدة انطروني كل جمعة بنفس الوقت. بشوفكم. البيت القديم التراثي الأصيل صار حقيقة مش حلم أو صورة. ليشوفوا بيتهم كيف صار وكانت المفاجأة. مين هيدا؟ شو موضوع؟ هاي بونسوار. الله يعافيك. هيدا بيتنا؟ لا بيتي. يعطيكم ألف عافية. هيدي الصورة جبناها. بعدك حاملها من هذيك المرة الصورة بدك نعلقها؟ هيدي أيام أهلي ما بستغني عنها. هيدي قلت لي أنت عنها اللي وقعت؟ إيه وقعت إيه. هلا بنحطها على جنب؟ لا هلا بنحطها مش مشكلة. نرجع بنعلقها. أنا بدي أقدم لك هالوردات. شكراً كثير قدمتي لي أشياء كثير. بعد ما شفتي شو عملنا لك بالبيت بس المهم هلا عجبك لهلا؟ بجنن. شي حلو كثير. كثير حلو. نوع. سقف. برادي غير شكل ما شفنا بحلقة برادي هيك بايت
انتوا خذوها نحن عملنا على كلمه مدام داليا قلنا تما تاكل عنب وتين حبينا نعمل لك كنا عنب وجوز ايه بس احنا نوعنا لك قلنا بننوع لك اشياء صحه مسيله لكم قد ما نعمل ماشيه كرمالك عملت كل هيدي السفره برا لا كرماله وكرمال قد ما فيكم قد ما فيكم طولوا خلي ياخذوا تفاصيل البيت كلياتها اوكي ايه شو يلا اللي عجبك؟ يعني الله يوفقك بعمري وحياتك تكون كلها خير ميرسي لانه ما اكثر شيء عجبك يعني اكثر ما بنستاهل انا هيك بقولها صراحه فقد ما البيت كان خربان ما لحقت اسالك شو عبالك الوان وشو بتحبي انا ذوقك شو ما عملت عملت على ذوقك ايه كثير حلو بالنسبة لإلك في مجال نسألك ما في مجال انت في سوربريز لإله بعدين مش هلا بدكم تفوتوا تشوفوا جوا كيف صاروا اذا بتحبي احساسي كان يعني اول ما بتعرفي كنت ناطره لنا فتره ناطرين وبس شفنا هالشيء تحسي برعش كثير انه عن جد غريب انه كيف كان البيت كيف كان كيف صار كنا ناطرين يمكن بدك تقولي اقل شوي شفنا كثير يعني ما بتقدري تعبري شيء بجنن شيء بعقد ما بينوصف كنا بنحلم ببيت عن جد كنت احلم فيه انه اجي صيفيه تحسي انه مثلا مثل غير ناس تطلع على الجبل وبكره بنظبطه بس كتير كتير عملته مسيو جاد مدام داليا كتير بشكرهم بكتير كتير قد ما أحكي تغيير عن حقه حقيقي منشكر الله ومنشكر مسيو جاد ومدام داليا اللي رجعونا البسمة على البيت واللي رجعونا تحت نقدر نقعد هون وحققوا لنا حلمنا حلقه ورا الثانيه انه قد ايه عم تعطي هالست من مجهودها من تعبها من 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 ايامها انه تترجع لكل ست بتقول لك انا هلا بلشت حياتي يعني تصوري كل ما بنحضر حلقه بتقولي بتقول لك هلا بلشت حياتي يعني بنت 80 سنه بلشت حياتها على ايد مدام داليا ومسيو جاد يعني كثير حلو ما حلو عن جد هيدي اوضه الاولاد واو شي عن جد كثير حلو هيدي اوضه الاولاد هيدي الوان الورود اللي جايبتي لي اياهم شفتيها كثير حلوه سلم دياتكم يعني مهما حكينا بيعجز عن الحكي كثير حلو كلك ذوق يعني انا ما بعرف يمكن عم شوف بيتي بعدك تتذكر كيف كان بيتك؟ بتذكر كيف كان ما عم شوفه عن جد حرام الشغيلة قد تعبه اشتغلت بس عم شوف بيتي غير شكل ما بس عم نشوفه عم ننسى عم بحضر الحلقات كل حلقة بنبقى قاعدين ناطرينه ثلاث مرات بنحضرها بالجمعة عم تحب الشغل؟ شغل بس شو رأيك؟ بس عم يحبك اكثر وقت اللي بتكون انت عم تشتغلي بايدك بس بيتي ما استنظرت انه بكون هيك انا يعني عملته اكثر ما نحن كنا مستنظرين كثير لانه كان في شغل شوي البيت ايه كان في شغل إيه. لانه كثير قديم مثل ما قلت قبل انه بيت عمره 100 سنه ورمل فكثير عذبنا بالشغل كل ما نكسر شوي يصير عنا جوره غميقه بالحيط ايه ما هيك صار كثير منيح انه وصلنا لهون كثر خير يا عم كثر خير ما بعرف يلا شو ما بعرف شو بدي اقول لك يعني يلا نفوت لجوا واو شو معظوم الرين كثير حلو هيدا بيت ثاني عم شوفه هون تركتها هيدي الواجهه هيك ليفوت ضو منها ايه فكره كثير حرام كنت الغيها لانه كثير معتم هون بين الاوض فعملنا هيدي الواجهه لقزاز حلو كثير نزت نسيت انه في بس عن جد فكره كثير حلوه عارفه هيك وسعت هون صار بي ايه وسعت هيك بتقدر تستعملها بتقدر تستعملها بس شيء بحط مكتب طاوله شيء مكتب يعني
هلا لو البادجت معي اكثر من هيك كان انا بعمل، بس كثر خيرك يعني انا ما انا ما كنت مستنظر هالقد عملتي وزياده فعلا يعني والله عظيم غمرتونا عن جد. انا بس كانوا زعجيني الحيطان وهيك، ما هن الحيطان اللي اصعب شيء كانوا، بس ماشي الحال. اكيد مش بيتنا هلا هون مذكر مسكين هذا الحيطه اكيد عمرنا حيط جديد. هدول بدي اتركهم هون، بتعرفي ليه؟ هلا بترجعي بتقطفي لي غيرهم من جنينه ديكور للاولى. هلا انت اعطيتيني اياهم هون وانا رح ارجع اعطيك اياهم سوفينير. وهودي اكيد اكيد بدي مثل ما كنا نحن بدي ضلوا سوفينير على طول. بكره بننشفهم ونتذكرك فيهم. وين جيت بسرعة؟ مش بسرعة زياد، فجيتهم على الحرس. خلي بعد ما كفينا الصحن. لا كفي، خذ راحتك. تعي ابن المحظوظة شوف شو اجاك، تعي ابن المحظوظة. حتى كمان شوفته بالكلمة. ايه هي مسؤولة. تعي يا محظوظ. هيدي الصحن رفضته على البيت. فوت تعي. شو بدك تحط له اكل شي؟ اه بدك تحط له اكل. خذ. عطاها اكل، عطاها اكل لتوصل للبيت. لا زياد ما تكون هيك. هالضيعة اللي فيها تربيت ومغيب. وفيو توني وأوليفيا بوعدهم، وكانت سفرة غير شكل احتفالا بالبيت الجديد. بعد أيام طويلة من الشغل والتعب اجتمع الكل على لقمة الأكل وتشاركوا الفرحة. قويها سداليا يا ملكي، قويها ويا لولو بشبكي، قويها إن شاء الله أنت وجوزك ولادي تعيشوا وتحكموا مملكي. أستاذ جاد بطلب لك تمسك التراب يصير ذهب بايدك، لانه قليل اللي مثلك، والله يقدرنا عم كفاتك انت والست داليا وما بتتكافوا. خليكم بهالهمه، يعطيكم الف عافيه وشكر للاو تي في كبير قد ما ضحوا معنا واشتغلوا معنا، وشكر لفريق العمل كمان. بدي مسيو جاد انه عنده ام وحده، هلا عنده صار اميات كثير، كل طلعت شمس وغياب شمس عم تدعي له اكيد.